هذا سلمكم الله رجال. يقول يوم من الأيام جت لأمي زوجتي وقالت يا أبو فلان الله ليهينك نبي أغراض من السوق وهذاي كلهن مسجلتهم بورقة. يقول أنا قلت له خير إن شاء الله، أخذت منها ورقة ورحت للسوق على أساس أشتري هالأغراض. يقول قبل أدخل المحل اللي أنا قاصده في مرتن كبيرة بس واقفة عند باب المحل. يقول يوم مريت جنبه وحطيت عيوني بعيونه يقول مرة تبدأ تناظرا، يقول نظراتها اللي حادة مي بنظرة حي الله، لا يقول نظراتها يوم حطت عيونها بعيوني اللي بدأت تناظر بحدة. يقول أنا صديت ودخلت المحل وقعدت أشتري الأغراض اللي بها ورقه مسجلات. يقول يوم أني التفت عثرة هذه المرأة السبيرة واقفة داخل المحل قاعدة تناظر. يقول يا جماعة نظراتها لي مقصودة، يعني واضح أنها قاصدتها بشيء. يقول أنا ما أدري. يقول المهم رجي أصد عنها يقول وارجع وأبدأ أكمل وأخذ أغراضي. يقول يوم طلعت من السيب أثرها قدامي. يقول يوم مريت بجنبها تناظرا، يقول تناظر النظرات اللي ما أدري وش تبي. يقول مرة أجي أتعدى، يقول مرة أصادفه بالمحل نفسه ذا ثالث مرة واقفة نقبالي وتناظر. يقول أنا قلت ما أنا بتارك هذي، يقول أنا ما راح أخليه، لازم إني أروح أقول له شيء ولا إني أطلع من المحل كله بكبر. يقول بس هو جاست، قلت ليش أطلع؟ تدري خلى أروح أسأله. يقول مرة أرجع لما قلت لها يا خالها ما عليش بس أنا بقول لك شيء، حنا أشوف تتناظرين نظرات تسليمها رايحة، وش أنتي تبيني يا خالة مضيعتين شيء تبين شيء؟ يقول وهي تناظرا، يقول وأنا قاعد نهرجها تناظرا. قالت يا وليدي أخاف تنقد علي. قلت وشلون؟ قالت لا بس أبا أقول لك بس لا تنقد علي. قلت وش هنا تعرفين وش السالفة؟ قالت لا بس والله العظيم إنك نسخة ولدي عسى الله يغفر له ويرحمه، سبحان اللي جعل بينكم هالشبه، والله إني أول ما نظرتك فز قلبي ولدي ما قام ولا كحت. عسى الله يغفر له ويرحمه، عسى الله يغفر له ويرحمه، هي الحمد لله الحمد لله، عسى الله يجمعك معهم جنات النعيم الحمد لله الله يغفر له ويرحمه. يقول مرته قاعد تصيح يا خاله اذكري الله الحمد لله الله يغفر له ويرحمه. يقول مرته رفع راسه لامي قالت يا وليدي انا عندي لك طلب صغير، ابي منك طلب من هالكبر، تكفى يا وليدي انك ما تردن. قلت له يا خاله ابشري تسني اقدر عليه ابشري ان شاء الله. قالت له ان شاء الله انك تقدر عليه. قلت وشو؟ قالت ابيك تسمح خاطري وتقول لي يمه، بس ابي اسمعها من اثمك، ابيك تقول لي يمه. سمي أقول لك يمه. قالت تكفى يا وليد أبيك تقول لي يمه، كل ما شفتها أنا بسوق أبشري أغراضي، بس لا منك شفتها قل لي يمه، والله أنك تبي تشفي اللي بداخلي، تكفى يا وليد. قلت سمي يا خالة سمي يا بشري ما يكون خاطرت إلا طيب سمي. يقول مرة تجي وتروح. يقول المهم يوم راحت مرة ألحقها شوي أنا، يوم قربت حولها قلت ها يا يمه قضيتي؟ يقول مرة تلتفت شاقتها الابتسام قالت لا يا عسي ما عدمك ما قضيتي لها الحين. يقول مرة جي أروح وأخليها أنا. يقول وأبدأ أجمع أغراضي، ثم أنا لقيتها بحد الأسياب اللي ببسطها هالمحل قلت لها ها يا يمه قضيتي؟ يقول ثم تنبسط تلتفت لأمي تقول عسي ما عدمك لا ما قضيت. يقول تروح ثم لا قابلتها قلت لها ها يا يمه قضيتي؟ يقول هي مستانسة. يقول ثم لا منه قابلتها هي بهالمحل التفت لمي قالت يا وليدي ترى ما قضيتي لها الحين. قلت سمي يا يمه لا قضيتي على مين؟ يقول المهم لين جمعت اغراضي اللي انا لقيتهن ورحت لما الريسبشن بحاسب. يقول وصلت حطيت اغراضي اللي يقول ما لقيت كل اغراضي حطيت اغراضي اللي انا لقيتهن ابحاسب عليهم. يقول للعلم ما لقيت كل الأغراض اللي مكتوبات بالورقة. يقول المهم شريت بعض الأغراض يقول حطيتهن عند الكاشير عشان يحاسبهن. يقول يوم قضى حاسبهن الكاشير قال حسابك 2550. قلت كم؟ قال 2550. قلت خربك الله وش اللي 2550؟ هذولي الله يهديك بس ذولي ترى الحالهن.
قال لي هي هذولي حسابهم ب250 ريال والوالد أخذت ب2300 ريال الإجمالي 2550. قلت الوالدة هاي والدة أنا ما معي أحد أصلا. قال إلا الوالدة اللي تو معك الله يهديك حشوفك أنا من اليوم تقول له خلصتي وهي تقول لك يا ولي اللي معك تو أخذت هي ب2300 وهذولي ب250 ريال. قلت أيهم المرأة الكبيرة اللي تو؟ قال لي هي نفسها أمك. قلت ما هي أمي يا ابن الحلال وين راحت له هي؟ قال أخذت الأغراض وطلعت. يقول مراجي أطلع برا المحل بدوره. يقول ودور يمين المحل ويسار وبرا وبالشارع يقول ما لقيت لها أي أثر. يقول مراجي وارجع لما الموظف. قلت يا أخي ليش تعطيه؟ من قال لك عطى؟ قال شلون الله يلا هديك من قال لي عطى؟ يا أخي من اليوم أنت تقول له يما خلصتي وهي تقول لك لا يا ولدي ما خلصت. يوم جاء الحساب قالت لي حسابي عند ولدي. وأنت من اليوم تقول له يما. قال لي ابن الحلال السالفة ما بزي هي قالت لي إني أنا أشبه ولده ثم بس عرفت السالفة طلعت خطف طلعت سبك طلعت مخفة أنا غلطان هي لعبت علي أنا كم حسابة قلت 2350 دوك حسابة كامل دوك إياها وتكفى أنا عندي لك طلب ما معك عصا أبيك تضربن أبيك تشقق وجهي قال لي حنون قال لي عندي إحساس من اليوم ألاحق أقول له يما عشان أضربك يقول قعدت أتشحذ الموظف أنه يضربن يقول طلعت وأنا دافع 2550 ومنكسر يقول والله العظيم من قوي أني عجزت أبلع الموضوع أمي الصدزية أمي ما سمي يما أقول له خالة خلاص أنا يقول انعدمت ثقتي بكلمة يما يقول من بعده وأنا كاره هالكلمة دي يقول حسيت إني سبك يقول صدق كرهت كلمة يما يقول وأشوف كتبة يما يقول أتذكر الموقف ثم وجهي الله يستر عليه أسأل الله يستر عليكم انتبهوا يا جماعة شغل الحنية وشغل الإحساس والطيبة واللعب على الوتر ذا انتبه اللي أمك قل له يمه اللي مي بأمك قل له خالة ما عندي استعداد أكثر أقول اسم الخالة أمي بالبيت اسمحي لي أضبط وضعك أسأل الله يستر عليكم قلوا آمين ويسعدنا وياكم يا رب العالمين ويزقنا من وياكم من واسع فضله يا حي يا قيوم تصبحون على خير.